بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض بقيه الشابتر الاولاني وبقيه الفيديو بتاع اللي فات. الفيديو اللي فات احنا بدانا في تعريف الامبريولوجي، وبعد كده بدانا بعمليه تكوين الحيوانات المنويه. النهارده ان شاء الله بقى عايزين نعرف ازاي نكون البويضه، عشان يبقى كده عرفنا ازاي نكون الحيوان المنوي، ازاي نكون البويضه الاثنين مع بعض. يبتدي بقى من اول الشابتر الجاي ان شاء الله الاثنين مع بعض يعملوا حاجه اسمها الاخصاب او الفيرتلايزيشن، وبعد كده نبتدي ان احنا نمشي بقى مع الجنين ونشوف ازاي الجنين بيتكون. طيب، عمليه تكوين البويضات يا شباب اسمها الاوجينيسيس، تمام؟ اوجينيسيس يعني تكوين البويضات. هي البويضه يعني ايه؟ الاوفم، تمام كده؟ اوفم دي بويضه جمعها اوفا، تمام؟ يبقى اوفا دي الجمع. يبقى اذا الاوجينيسيس معناها تكوين الماتيور اوفا، تمام؟ اللي هي تعتبر طبعا الفيميل جيرم سيل او الخليه الجنسيه بتاعت الفيميل. والعمليه دي زي ما كانت السبرماتوجينيسيس بتحصل على خطوتين كان اسمهم سبرماتوسيتوجينيسيس وسبرموجينيسيس، قال لك والله برضو الاوجينيسيس تقول لك والله انا كمان هحصل على خطوتين. اشمعنى مين؟ اشمعنى السبرماتوجينيسيس؟ هتقول لك انا كمان هحصل على يعني هتحدث او هتحدث على خطوتين. خطوه اسمها برينيتال، واحده بوست نيتال. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص يا سيدي، انا قلت لك قبل كده كلمه نيتال يعني اقصد بقى الولاده، فبرينيتال يعني قبل الولاده، وبوست نيتال يعني بعد الولاده. ايه ده؟ يعني والله في الفيميل بيبتدي تكوين البويضات من اول ما هي اصلا كانت جنين. ايوه بالظبط، احنا الذكور او الميلز بيبتدي تكوين او عمليه السبرماتوجينيس دي بتحصل بعد 14 سنه، اللي هو بعد البيوبرتي، بعد سن البلوغ، تمام كده؟ انما في الفيميل بقى الموضوع مختلف شويه. فعشان تفهمها تعالى نحكيها بقصه كده بالراحه، ونفهم الاول الاحداث وترتيبها عشان لما ندخل مع بعض تبقى انت فاهم انا بتكلم فين. بص يا سيدي، هنفترض ان احنا عندنا واحده اسمها، ونفترض مثلا اي اسم، مش عايز اضرب امثله بس عشان ايه؟ ما يكونش الا يكون حد ايه بيتفرج علينا ويبقى نفس الاسم فيزعل، تمام؟ المهم هنفترض ان واحده مثلا، ولا نفترض اسمها اكس، تمام؟ اسم مجهول اهو، تمام؟ الواحده اكس ده يا شباب قال لك والله اتجوزت وبقت حامل في بنت اسمها ولنفترض مثلا زد، تمام؟ يبقى في واحده ايه؟ يبقى كده في جنين اسمه زد، ده زد ده عباره عن بنت، تمام كده؟ تمام. المهم قال لك والله البنت ده وهي جنين جوه بطن امها يا شباب، قال لك والله بيحصل خطوه من خطوات تكوين الاوجينيسيس. يعني اي دي كده ايه؟ اي كده كانها جنين اهو، من اول ما بقت الام حامل لحد هنا الولاده اهو، تمام. والله طول الفتره دي يا شباب، طول الفتره دي في خطوه بتحصل، هنعرف ايه الخطوه دي دلوقتي. وعند الولاده هنعرف معلومه مهمه جدا، ان البنت الصغيره دي يا شباب اللي اسمها زد، قال لك والله هيبقى عندها كده حاجه، نوع من انواع الخلايا اللي بتمر بيها مرحله الاوجينيسيس، وبيبقى عندها رقم كبير، تمام كده؟ تمام. بعد كده بتفضل بقى البنت دي ما بتكونش اي حاجه لحد ما توصل عند سن 12 سنه، غالبا ده البيوبرتي عند الفيميلز. معظم الفيميلز بايه البيوبرتي بتاعتهم بتبقى عند ايه، او النضوج بتاعهم بيبقى عند البلوغ بيبقى عند 12 سنه مثلا، يعني تمام، بيبقى قبل الصبيان بشويه. طيب ما علينا، المهم قال لك والله طول الفتره دي ما فيش اي حاجه بتحصل، الشويه اللي هي الخطوه اللي كونتهم والخلايا اللي كونتها واتولدت بيها هتفضل خامله كده شباب لحد سن ايه؟ البيوبرتي، تمام؟ وبعد كده من اول البيوبرتي قال لك والله هيبتدي تكمل الخطوات. يعني هنا حصل الخطوه رقم واحد اللي سميناها البرينيتال، وبعد الولاده قال لك والله هتفضل الخلايا كده خامله لحد سن الايه؟ البيوبرتي، وبعد كده ترجع تكمل تاني بوست نيتال، تكمل بقيه الخطوات بقى اثنين وثلاثه وهكذا، تمام؟ طيب لحد، طب هل البنت دي متجوزه ولا مش متجوزه؟ قال لك والله هي هتكمل خطوات لحد سن الجواز. يعني لو هي مش متجوزه يا شباب بتفضل في بتقف عند خطوه معينه، لو اتجوزت وحصل اخصاب الخطوه الاخيره بتحصل. يبقى تاني يا شباب، تاني احنا قلنا ايه؟ قلنا والله من اول ما من اول ما الجنين اتولد او اول ما الجنين اتكون وتحدد خلاص ان هو اكس اكس، يعني خلاص دي الجنين ده في مين، فبيبتدي عمليه الاوجينيسيس في خطوه بتحصل لحد الولاده، تمام؟ لحد الايه؟ لحد الولاده اهو، في خطوه هنا بتحصل. بعد كده قال لك والله لحد سن البلوغ ما فيش حاجه هنا بتحصل، بتفضل الخلايا اللي اتكونت هنا بتفضل ايه؟ بتفضل خامله كده لحد البيوبرتي، تمام؟ وبعد البيوبرتي تفضل ايه؟ تكمل شويه خطوات وتقف عند خطوه معينه، وفي خطوه الاخيره، الخطوه الاخيره دي بتحصل لو هي متجوزه، تمام؟ حصل اخصاب وجه حيوان منوي داخل جوه البيضه، الخطوه الاخيره دي تحصل. ما فيش حيوان منوي داخل جوه البيضه يبقى الخطوه الاخيره دي مش هتحصل، تمام كده؟ تمام.
طيب قال لك كل اللي قبل الولاده او الخطوه اللي بتبقى قبل الولاده سميناها البري نيتال، والخطوه اللي بعد سن البيوبرتي قلنا دي اسمها البوست نيتال. تمام كده؟ تمام حلو قوي كده، احنا فهمنا ترتيب الاحداث عشان ايه؟ عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم فين. طيب تعالى الاول قبل ما نقول لك بقى الخطوات ونبتدي ان احنا نفسر كل خطوه من اللي انا قلتها دي يا شباب، تعالى نتعرف زي نفس المعلومات اللي عرفناها عن السبرماتوجينيسيس نتعرف على الاوجينيسيس. يعني مثلا على سبيل المثال السايد بتاعها بتحصل فين؟ قال لك والله بتحصل في المبيض. خلاص بقى احنا كبرنا بقى نقول الكورتكس اوف ذا اوفري، الكورتكس اوف الاوفري اللي هي القشره بتاعت المبيض، القشره الخارجيه بتاعت المبيض. تمام كده؟ طيب قال لك والله طب بالنسبه للانست بدايتها قلنا بص ايوه ما تقوليش بقى عند سن البيبرتي، لا ده في خطوه حصلت من ساعه ما البنت دي كانت جنين، فبتستارت بيفور بيرث يعني من قبل اصلا الولاده، في خطوه بتحصل قبل الولاده لما البنت كانت جنين وبترجع تكمل بعد البيبرتي. اظن كده الرسمه دي بقت واضحه، بتبدا من ساعه ايه يا شباب؟ من ساعه ما خلاص من سن الولاده اهو، من ساعه ما حددنا ان خلاص ان دي بقت جنين في ميل، فخلاص بتبتدي خطوه تحصل. تمام كده؟ اهو الخطوه دي تفضل تحصل طول الولاده، وبعد كده بتيجي ايه او عند الولاده، من بعد الولاده كده تتوقف، ما بيحصلش اي حاجه لحد سن البيبرت، ونرجع نستكمل تاني الخطوات بعد البيبرت. يبقى احنا بنبدا قبل الولاده وبنرجع نكمل تاني يا شباب ايه عند البيبرت. تمام كده؟ طيب قال لك الكونديشن اللي بتحتاجها، قلنا في السبرماتوجينس السبيرمس كان بتحتاج درجه حراره اقل من درجه حراره جسم الانسان، وعشان كده ربنا خلق لك التستس عند الميل خارج الجسم. طب بالنسبه للفيميل قال لك لا، الفيميل تقول لك والله انا همشي حالي عادي يعني 37 اللي هو ايه احنا نمشي حالنا زينا زي الجسم. طيب يا شباب فهي الظروف بتاعتها نورمال بادي تمبريتشر 37 درجه عادي جدا، بدليل ان حضرتك الفيميلز بيبقى المبيض بتاعهم جوه البطن عادي جدا جوه الجسم. تمام؟ مش متدلي خارج الجسم زي الميل مثلا. تمام كده؟ فده اكبر دليل يعرفك ان البويضات مش شرط لتكوينها درجه حراره منخفضه، لا هي بتتكون في درجه حراره جسم الانسان عادي اللي هي 37 درجه. تمام؟ طب امتى بتنتهي؟ هل زي الرجاله كده طول العمر؟ قال لك لا يا معلم، ده عندهم حاجه اسمها، طبعا الفيميل يا شباب كلنا عارفين الموضوع ده، انت خدته في الثانويه برضو، من اول سن البلوغ اللي بيحصل حاجه اسمها فتره الطمس او المينيستيوريشن. المينيستيوريشن اللي هي دورة الطمس. تمام؟ ودي اصلا تعتبر من علامة قوية جدا على من علامات البلوغ. تمام كده؟ هي المينيستيوريشن وهو نزول دم الحيض او دم الطمس يعني. طيب قال لك والله انتوا عارفين برضو ان الفيميل بتيجي عند سن معين والسن ده بنقول عليه فترة توقف الطمس. تمام؟ الايدج اوف مينيو بيز، كلمة بيز يعني توقف، ومينيو دي اقصد بيها المينستيوريشن. تمام؟ فتوقف ده من ده بيحصل عند كام؟ او الستوب اوف مينستيوريشن. ده بقى بيختلف من فيميل للثانيه 40 45 يعني ايه من فيميل للثانيه بقى على حسب. تمام كده يا شباب؟ تمام ده كده بالنسبه لايه. طب اخر حاجه بقى الهرمونال كنترول، قال لك والله الاف اس اتش، وانت اظن بقى انتم متكلمين او عارفين الموضوع ده بالتفصيل في الثانويه، وعارفين ان الاف اس اتش اللي هو الهرمون المحوصل اللي مسؤول عن تكوين الحويصلات. لان ايه الحويص؟ ايه اللي جاب الحويصلات هنا يا شباب؟ لان احنا هنعرف دلوقتي ان كل مرحله او كل خليه من خليه البويضات. تمام كده؟ الخليه البيضيه كنت بتقول عليها كده في الثانويه، الخليه البيضيه. تمام؟ كل خليه بيضيه يا شباب بتبقى جوه حويصله. تمام؟ والحويصله دي بيحصل فيها تغيرات. تمام كده؟ فالاف اس اتش هو سميناه عشان بسبب كده يعني، سميناه الهرمون المحوصل. تمام كده يا شباب؟ الاف اس اتش. تمام، وده بيطلع برضو من البيتيوتري جلاند، يعني بيطلع من الغده النخاميه. طيب الستيجز بقى، بص يا سيدي طبعا اظن انت فاهم دلوقتي خلاص بقى، انت انا اول ما ابدا اتكلم هتكلم من ايه؟ لما كانت البنت دي جنين، يعني خطوه البرينيتال ديفلوبمنت بيفور بيرس، يعني الكلام اللي انا هقوله دلوقتي حصل عند الفيميل لما كانت جنين. تمام؟ ايه هو ايه اللي حصل؟ قال لك والله الجنين دي يا شباب اللي هي الفيميل، قال لك والله اثناء تكوين الكورتكس بتاعها المبيض بتاعها، طبعا المبيض زي ما اتفقنا بيبقى كورتكس ومظله، واتفقنا ان الاوجينيسيس بتحصل في منطقه الكورتكس اللي هي القشره الخارجيه اللي بتبقى ناحيه بره. قال لك والله القشره الخارجيه دي يا شباب بتبتدي انها تتملي بعدد كبير جدا من خلايا اسمها الجيرم سيل، او بنقول عليها الاوجونيا. اوجونيا. الاوجونيا دي زي ما كنا بنقول ان في حاجه اسمها
زي ما كنا بنقول ان في حاجه اسمها السبرماتوجونيا، برضو هنا في حاجه اسمها الاوجونيا. طب هي السبرماتوجونيا كانت تبع ايه؟ كنا بنقول على ايه؟ اه دي كانت ام الخلايا، الخلايا اللي بيطلع منها ايه، دي تعتبر المصدر الاساسي. قال لك برضو نفس الفكره هنا، والله في عندنا حاجه اسمها الاوجونيا. الاوجونيا دي بتعتبر اهي، بيقول لك والله دي المذر سيلز اوف ذا اوفا، يعني دي الام بتاعتهم، تمام، دي اللي بتكون الخلايا بعد كده، تمام. طيب قال لك ماشي يا عم، يبقى احنا اتكون عندنا هنا خلايا. طب الخلايا دي هتعمل ايه؟ قال لك هتبتدي بقى تحصل الخطوه الاولانيه، اهي دي الخطوه الاولى يا شباب، دي الخطوه اللي بقول لك انها بتحصل اثناء تكوين، اثناء لما كانت الفيميل دي كانت جنين، هي الخطوه دي. ايه الخطوه دي؟ بيقول لك والله ان الاوجونيا دي يا شباب بيبتدي انها يحصل لها مايتوزيز. ايه ده؟ مايتوزيز؟ اه يعني انقسام مايتوزي، يعني الاوجونيا اللي هي خلايا جسديه عاديه جدا 46 كروموسوم هتبتدي انها تتقاسم الى عدد كبير جدا من الخلايا وتديك برضو خلايا ايه؟ 46 كروموسوم. طب الخلايا اللي هتتكون دي هنسميها ايه؟ قال لك هنسميها برايمري اوسايت، تمام، يعني خليه بيضيه اوليه، برايمري اوسايت، تمام كده. قال لك والله البرايمري اوسايت هي دي بقى اللي هتتكون، تمام. وتيجي البرايمري اوسايت، بما ان احنا خلاص مش هنعمل حاجه تانيه، احنا هي دي الخطوه اللي هتحصل، هي دي الخطوه اللي هتحصل، تمام كده، تمام. يعني الفيميل يا شباب اللي هي الجنين دي هتتولد بالبرايمري اوسايت، هتتولد بايه؟ بالبرايمري اوسايت، عندها بيبقى عندها عدد كبير جدا من البرايمري اوسايت، اللي هنعرف رقم دلوقتي بيبقى حوالي ربع مليون، 250,000، تمام، ربع مليون، تمام كده. فده عدد كبير جدا، وهتفضل البرايمري اوسايت دي، يبقى عند الولاده الفيميل اتولدت بايه؟ بالبرايمري اوسايت، وتفضل البرايمري اوسايت يا شباب ما يحصلهاش اي تغيرات لمده حوالي كده 12 سنه. طب هي طالما هتقعد فتره طويله قوي كده، مش لازما والواجب عليك ان انت تحميها، لازم يتكون حواليها حويصله، الحويصله دي تحميها؟ قال لك بالظبط نفس الفكره، عشان كده ربنا عارف ان البرايمري اوسايت دي هتقعد فتره طويله مستنيه تكمل بقيه الخطوات لحد سن البيوبرتي، فلازم نحوطها بحويصله. قال لك الحويصله بتاعت البرايمري اوسايت، قال لك والله اسمها برايمورديال فوليكل، اسمها ايه؟ برايمورديال فوليكل، اهي برايمورديال فوليكل. البرايمورديال فوليكل دي هي حويصله، الحويصله دي برضه عباره عن خلايا عاديه جدا. الخلايا دي بتبقى جايه منين؟ بتبقى جايه من الاوفيريان ستروما، اللي هي الاستروما دي اللي هي الارضيه بتاعه مين؟ بتاعه الاوفري. يبقى تاني يا شباب، تاني الخطوه الاولانيه بنقول ايه اللي بيحصل؟ والله يا سيدي انت بتقول لي ان الخطوه دي بتحصل قبل الولاده. الفيميل ده يا شباب اول ما الاوفر بتاعها اتكون بيبقى عندها مجموعه من الخلايا اللي اسمها الاوجونيا، تمام كده. الاوجونيا دي يا شباب هي مين؟ هي المذر اوف ذا اوفا، تمام. قال لك والله الخطوه دي اللي هتحصل بقى هي ايه؟ الميتوزيز، هيحصل ميتوزيز للاوجونيا، تتحول الى برايمري اوسايت، تتحول الى ايه؟ برايمري اوسايت، تمام، بالميتوزيز. عشان كده بص الاوجونيا دي 44 اكس اكس، البرايمري اوسايت 44 اكس اكس، يعني ما غيرناش في عدد الكروموسومات لان ده انقسام ايه؟ انقسام ميتوزي، تمام كده، تمام. ونقف على كده، يبقى الخطوه دي بس هي دي اللي بتحصل ايه؟ بري نيتال. طيب ماشي، بعد كده ايه؟ قلنا لازما يا شباب لازما البرايمري اوسايت تتحوط بايه؟ تتحوط بمجموعه من الخلايا تعمل فوليكل. الفوليكل دي يا شباب وظيفتها انها تحمي الايه؟ تحمي البرايمري اوسايت. طبعا ولها وظائف ثانيه برضه. طيب اهو، يبقى بيقول لك الاوجونيا بالميتوتيك ديفيجن اللي هو الميتوزيز، يعني في بتكون البرايمري اوسايت اللي بتتحوط. طيب بيقول لك بيجي حواليها سنجل لاير، طبقه واحده من الخلايا كده يا شباب. الخلايا دي بتبقى جايه منين؟ جايه من الاوفيريان ستروما، ويتكون حواليها البرايمري اوسايت دي حويصله، الحويصله دي اسمها ايه؟ برايمورديال فوليك، اسمها ايه؟ برايمورديال فوليك، تمام كده؟ تمام. وتيجي بقى الفيميل، يبقى انت يا شباب الفيميل عند الولاده تعرف تقول لي هتبقى مولوده لو جبنا فيميل كده، تمام؟ وقلت لك الفيميل ادي ده اوفري بتاع فيميل لسه مولوده حالا، تعرف تخمن لي ايه اللي موجود في الاوفري ده؟ ايوه هتقول لي هعرف. ليه؟ هتقول لي والله هيبقى موجود جواها برايمري اوسايت فيها 46 كروموسوم اللي هم 44 اكس اكس، متحوطه بسنجل لاير من خلايا جايه من الاسترومال سيل، الخلايا دي بتبقى عامله حويصله اسمها البرايمورديال فوليكل، تمام كده؟ تمام، حلو قوي. يبقى اذا عند سن الولاده الفيميل دي بتبقى مولوده عندها عدد كبير جدا من البرايمورديال فوليكل اللي بيبقى جواها برايمري اوسايت. عددهم كام؟ قال لك عددهم 250,000 برايمورديال فوليكل، اهو يبقى بيقول لك عند الولاده ادبيرس الاوفيريان كورتكس اللي هو المكان اللي بيتكون فيه البويضات، قال لك بيحتوي على 250,000 برايمورديال فوليكل، بيبقى جواها ايه؟ بيبقى جواها برايمري اوسايت، تمام كده؟ تمام. كل واحده من البرايمري اوسايت بتحمل 46 كروموسوم اللي هم 44 زائد اكس اكس، تمام كده؟ تمام قوي. قال لك بعد كده بقى، قال لك والله من بدايه اللحظه تفضل قاعد لمده 12 سنه مثلا تقريبا، تمام كده؟ ال 12 سنه او لحد سن البيوبرتي يا شباب، او بيقول لك لحد البيوبرتي والله ما فيش اي تغييرات. ثم بعد كده عند البيوبرتي بقى تبتدي ان انت خلاص
جت سن البلوغ، تعالى نكمل بقى بقيه الخطوات. يبقى خليك فاكر من لحظه الولاده لحد سن البلوغ ده كده ايه، فتره بنقول عليها اعتبرها كده فتره صامته، فتره ما بيحصلش فيها اي حاجه. ده عند الولاده كوننا برايمورديال فوليكل جواها برايمري اوسايت فيها 46 كروموسوم، تفضل لحد البيوبرتي توصل لسه برايمري اوسايت متحوطه ببرايمورديال فوليكل. تمام، عند سن البيوبرتي بقى قال لك هتبتدي ان انت تكمل، نرجع بقى نكمل الخطوات. تمام، هتعمل ايه؟ قال لك والله انا مش هاجي ناحيه البرايمري اوسايت. امال يا عم هتعمل ايه؟ قال لك والله شايف انت البرايمورديال فوليكل اللي انت، او نفترض مثلا دي البرايمري اوسايت اهي، تمام، وهنا مثلا هنا كده يا شباب في برايمورديال فوليكل عباره عن خلايا، دي خلايا. تمام كده، قال لك والله البرايمورديال فوليكل دي كانت في الاول الخلايا بتاعتها بتبقى فلات، الخلايا بتاعتها بتبقى ايه؟ خلايا مبططه. قال لك لا، انا مش عاجباني الخلايا المبططه، انا هحولها الى خلايا مربعه، تمام، كيوبويدال سيل. طيب ماشي، بس هعمل كمان تغيير، مش عجباني المربعه، هحولها الى خلايا كولامينار سيل، خلايا مستطيله. وفي الحاله دي قال لك والله لما كانت الخلايا فلات كنا بنقول عليها برايمورديال فوليك، طب لما الخلايا بقت مستطيله، قال لك لما الخلايا تبقى مستطيله في الحاله دي ما نقولش عليها برايمورديال فوليكل بقى، امال هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها برايمري فوليكل. يبقى تاني يا شباب احنا دلوقتي والله خد بالك البرايمري فوليكل دي اهي، يبقى انت كده والله ادي دي كانت ايه؟ دي برايمورديال فوليكل جواها برايمري اوسايت، هتتحول الى ادي البرايمري اوسايت ما اتغيرتش، كل التغير بيحصل فين؟ في الخلايا بتاعت البرايمورديال فوليكل، هتتحول الى خلايا كولامينار، خلايا ايه؟ خلايا كولامينار سيل كده بتحوط ايه؟ طبعا انا برسم لك رسم كروكي يعني، تمام، عشان بس ايه تبقى مجمع معايا الكلام اهو. بصوا اهو، يبقى احنا كده المحصله دي كان اسمها برايمورديال فوليكل، كان جواها مين؟ كان جواها برايمري اوسايت، هنا برضو برايمري اوسايت اهي، تمام، بس المره دي بتحوط بخلايا كولامينار سيل، الخلايا دي ساعتها الفوليكل دي ما نقولش عليها برايمورديال بقى، امال نقول عليها ايه؟ نقول عليها برايمري اوسايت، اسف برايمري فوليكل، تمام كده؟ تمام. طيب يبقى انت ازاي خليت البرايمورديال فوليكل برايمري فوليكل؟ هتقول لي والله ان انا غيرت في شكل الخليه، البرايمورديال فوليكل الخلايا بتاعتها كانت فيلات، خليتها ايه؟ خليتها كيوبويدال ثم بعد كده كولامينر، تمام كده؟ تمام. فلما الخلايا بقت كولامينر قال لك ساعتها نقول عليها ايه؟ بدل برايمورديال فوليكل بقى نقول عليها برايمري فوليكل. طب تعرف تقول لي البرايمري فوليكل ده بيبقى جواها ايه؟ برايمري اوسايت، انا لسه ما غيرتش في البرايمري اوسايت اي حاجه، تمام؟ تمام. بعد كده قال لك ايه اللي يحصل؟ قال لك بيبتدي يحصل دوبليكيشن، يعني تضاعف، تمام؟ الخلايا بتزيد، فبيقول لك تقوم البرايمري فوليكل دي، طبعا خد بالك انا كنت ايه؟ البرايمورديال فوليكل كانت طبقه واحده من الخلايا، وهنا برضو في البرايمري فوليكل كانت طبقه واحده في الخلايا، قال لك لما بيحصل التضاعف بقى بتتحول، ما نقولش عليها برايمري بقى، ما نقولش عليها برايمري، امال نقول عليها ايه؟ نقول عليها سكندري جروينج فوليكل. يقول عليها ايه يا شباب؟ سكندري جروينج فوليكل، تمام كده؟ يبقى اهو بص لو هنا هنعمل ايه؟ ادي برضو هنا ايه؟ برايمري اوسايت، تمام كده؟ مفيش اي مشكله. وبعد كده الخلايا دي بدات بدل ما كانت سنجل كولامينر لير من الخلايا، يعني طبقه واحده من خلايا كولامينر، قال لك لا ده احنا هنضاعف الخلايا ونخليها خلايا كتيره، تمام كده؟ فيبقى بقى عندنا ايه؟ عندنا خلايا كتيره قوي هنا محاوطه مين؟ محاوطه البرايمري اوسايت. في الحاله دي ما نقولش عليها برايمري فوليكل بقى، نقول عليها ايه؟ نقول عليها سكندري جروينج فوليكل، تمام كده؟ تمام. طيب ماشي جميل قوي. بعد كده ايه اللي يحصل؟ قال لك والله بعد كده اللي يحصل ايه؟ بيبتدي في شايفين هنا بقت في طبقه خلايا كتيره، تمام؟ قال لك في نص طبقه الخلايا دي بيبتدي يظهر كافيتي الصغيره، مناطق كده فارغه، تمام كده؟ مناطق ايه يا شباب؟ مناطق فارغه بتبتدي تظهر في النص كده ما بين الخلايا وبعضها، تمام كده؟ طيب قال لك المناطق الفارغه دي يا شباب او الكافيتيز دي بتبتدي انها تتحد مع بعضها، الكافيتيز تتحد مع بعضها، تمام؟ تمام. وبعد ما تتحد مع بعضها بتكون كافيتي كبير اسمه الفوليكولار انترام، اسمه ايه؟ فوليكولار انترام. ليه بنقول عليه كلمه انترام معناها كافيتي؟ كلمه انترام معناها ايه؟ معناها كافيتي. طب وفوليكولار؟ لان هو انا قلت لك الكافيتس الصغيره دي بتظهر فين؟ في الخلايا بتاعت الفوليكل. بتظهر فين يا شباب؟ الكافيتس الصغيره دي بتظهر في نص الخلايا بتاعت الفوليكل. تقوم بعد كده طبعا الفوليكلز الصغيره او الكافيتس الصغيره دي عماله تتجمع تتجمع تكبر تكبر لحد ما يتحدوا مع بعض ويعملوا ايه؟ ويعملوا كافيتي كبير اسمه ايه يا شباب؟ فوليكولار انترام. ليه سميناه كده تاني؟ انترام يعني كافيتي او فراغ كبير، تمام؟ فوليكولار لان هو موجود في الطبقه بتاعت الخلايا بتاعت الفوليكل، تمام كده؟ او بيقول لك ابيرز انسايد جوه الدوبليكيتد فوليكولار سيلز، تمام كده؟ طيب بيبقى جواه ايه فارغ؟ قال لك لا ده بيبقى جواه سائل، السائل ده اسمه ليكور فوليكولاي، اسمه ايه؟ ليكور فوليكولاي، تمام كده؟ طيب قال لك الليكور فوليكولاي ده وظيفته ان هو اللي هيحول السكندري فوليكل الى ماتيور جرافيان فوليكل،
يبقى تاني. انا عارف، انا بص كل شويه بجيب من الاول تاني عشان تبقى مركز معايا. احنا بدانا بايه؟ ببرايمري اوسايت من اول البيوبرتي، تمام؟ متحوطه بطبقه واحده من الخلايا المبططه، فكنا بنقول على طبقه الخلايا المبططه دي برايمري برايمورديال فوليكل. بعد كده طبقه الخلايا بدل ما كانت مبططه هنغير في الشكل بتاعها ونخليها كولامينر، فلما خليناها كولامينر بقينا نقول عليها برايمري فوليكل، تمام؟ انا كل ده ما جيتش جنب مين؟ ما جيتش جنب البرايمري اوسايت لحد الان. طيب بعد كده قال لك والله بعد كده الكولامينر لاير دي شباب بدل ما هي طبقه واحده كولامينر، قال لك لا انا خلاها كذا طبقه، طبقات كتيره، تمام؟ فنقول عليها سكندري جروينج فوليك. طيب بعد كده قال لك الخطوه اللي بعد كده، لا انا بص الطبقات الكتيره دي او الطبقات الكتيره من الكولامينر سيلز دي يا شباب انا هبتدي ان انا ابين ما بينهم كده او يظهر ما بينهم كافيتي الصغيره، الكافيتي الصغيره دي تتحد مع بعضها وتكون كافيتي كبير، يبقى كان عندنا بي برايمري اوسايت في النص وفي عندنا طبقه خلايا كبيره وفي كافيتي كده في النص، شايفين؟ ده يعتبر كافيتي ودي الخلايا اهي، تمام؟ يبقى دي الخلايا بتاعت الفوليكل وده هو الكافيتي، ده هو الكافيتي ودي الخلايا اللي هي الخليه اللي هي البرايمري اوسايت، تمام؟ في النص اهي، شايفين الكافيتي ده؟ قال لك الكافيتي ده نقول عليه ايه؟ اسمه الفوليكولار انتروم، جواه سائل، تمام كده؟ تمام. قال لك السائل ده هو اللي بيحول بدل ما نقول عليها سكندري جروينج فوليكل، لا نقول عليها هنا بقى نقول عليها ايه؟ ماتيور جرافيان فوليكل، نقول عليها ايه يا شباب؟ ماتيور جرافيان فوليكل، تمام كده؟ تمام. طيب لحد الان ودي اللي جوه دي مين؟ برايمري اوسايت، مفيش اي مشكله، تمام؟ انا كل ده بعمل تغيرات في مين؟ في الفوليكل اللي بره، في الفوليكل اللي هي الحويصله اللي محاوطه البرايمري اوسايت. طب يا عم البرايمري اوسايت ده هتتغير امتى؟ قال لك قبل الاوفيوليشن. يعني ايه الاوفيوليشن؟ عمليه التبويض. ما انا زي ما قلت لكم عند سن البيوبرتي او عند سن البلوغ عند الفيميلز بيبتدي كل شهر يا شباب يطلع بويضه من المبيض، المبيض بيخرج بويضه، تمام؟ ادي المبيض بيخرج ايه؟ بيخرج بويضه، تمام؟ قال لك كون ان المبيض يخرج بويضه اسمها اوفيوليشن، اوفيوليشن معناها تبويض، تبويض، تمام؟ تمام، ده معنى كلمه اوفيوليشن، حلو كده؟ تمام. قال لك والله طبعا الواحده دي مثلا يا شباب ممكن عند مثلا قبل لسه ما اتجوزتش، فبالتالي طبعا لما يطلع بويضه مش هتلاقي حيوان منوي، وطالما ما لقيتش حيوان منوي قال لك خلاص كده هي مش هيحصل لها اي حاجه. فبيقول لك طب هي لما قبل التبويض بقى، قبلك 2 دايز قبل التبويض، قبل ما نطلع البويضه، قال لك ايه التغيرات اللي ممكن تحصل؟ قال لك والله ساعتها عمليه التبويض دي ما ينفعش نطلع بويضه برايمري اوسايت. ما تنساش ان البرايمري اوسايت دي يا شباب اصلا كانت 46 كروموسوم، اوعك تنسى. فما ينفعش ان البرايمري اوسايت ما ينفعش تطلع في عمليه التبويض، تمام؟ انا لازم اطلع بويضه 23 كروموسوم. قال لك عشان كده يا شباب قبل عمليه التبويض بيومين، قبل عمليه التبويض بيومين بيحصل البرايمري اوسايت اللي موجوده حاليا جوه مين؟ جوه الماتيور جرافيان فوليك اللي هي دي اللي بتحتوي على 46 كروموسوم. قال لك احنا دلوقتي كمان يومين هنعمل تبويض، طب هل ينفع نطلع البرايمري اوسايت ده اهي؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان ده فيها 46 كروموسوم. قال لك خلاص يبقى الحل ايه؟ قال لك الحل ان احنا نعمل لها مايوتيك ديفيجن، يعني انقسام ميوزي، وانا عارف ان انقسام الميوزي بيحصل على خطوتين، انقسام ميوزي اول وانقسام ميوزي ثاني. فالبرايمري اوسايت ده يا شباب هيحصل لها الفيرست مايوتيك ديفيجن، هيحصل لها ايه؟ فيرست مايوتيك ديفيجن. طب يبقى ال 46 كروموسوم اللي هي البرايمري اوسايت دي لما يحصل لها الفيرست مايوتيك ديفيجن تقوم تدينا ايه؟ قال لك هتديك سكندري اوسايت، بدل ما كان اسمها برايمري اوسايت هيبقى اسمها سكندري اوسايت، اللي هيبقى جواها كام؟ 23 كروموسوم، اللي هم عباره عن 22 زائد اكس، تمام كده؟ تمام. زائد ايه؟ قال لك زائد فيرست بولر بادي. ايه ده؟ ايوه ما هو في الفيميل يا شباب انت لما بتنقسم بتدي خليه واحده عشان تكون لان الفيميل بتطلع بويضه واحده، مش زي الميل بقى بيطلع من 200 ل 400 حيوان منوي في المره، لا الفيميل بتطلع بويضه واحده بس، تمام كده؟ فكل الحاجات الباقيه، لان انا قلت لك انقسام الميوزي بيدينا اربع خلايا، من الاربع خلايا دول واحده بتبقى ايه؟ واحده بتبقى خليه بويضه، والباقيين كلهم بيبقوا عباره عن حاجه اسمها الاجسام القطبيه البولر باديز، تمام كده؟ تمام. فقال لك والله ان الانقسام الميوزي الاول بينتج عنه ان انت حولت البرايمري اوسايت اللي بتحتوي على 46 كروموسوم وبالتالي ما ينفعش تطلعها في عمليه التبويض، عشان كده عملت لها الفيرست مايوتيك ديفيجن، حولتها الى سكندري اوسايت بتحتوي على 23 كروموسوم زائد فيرست بولر اول جسم قطبي، تمام كده؟ تمام. وده بيبقى عباره عن ريمينانت ستراكشر، او بيبقى يعني ايه حاجه كده ضامره، تمام؟ بتبقى موجوده كده بس ضامره لان احنا مش محتاجينها، تمام كده؟ تمام. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ اهو كده بقى السكندري اوسايت معقول ينفع تطلعها في الاوفيوليشن، ليه؟ لانها عندها 23 كروموسوم، عشان لا قدر الله، مش لا قدر الله بقى، عشان لو قابلت حيوان منوي في السكه وحصل تبويض يبقى الدنيا تبقى تمام، يبقى هي كده صالحه للاخصاب، تمام كده يا شباب؟ تمام.
طيب ماشي، يبقى انا كده والله لما كده قبل الاوفيوليشن بيومين حولنا البرايمري اوسايت اللي جوه الماتيور جرافيان فوليكل الى سكندري اوسايت، فلما عملنا الاوفيوليشن يبقى اللي طلع اهو مين يا شباب؟ دي هي مين؟ دي السكندري اوسايت، صح كده؟ تمام ماشي يا عم. فضلت الفيميل طبعا، السكندري اوسايت دي طبعا لو الفيميل دي مش متجوزه بتنزل مع ايه؟ مع دم الطمس عادي جدا مع المينستيوريشن، ما بيحصلش اي حاجه. تمام. طب يا عم مثلا عدت السنين ومرت الايام والبنت دي اتجوزت، تمام كده، وجه حيوان منوي، تمام كده. يبقى اذا هنا في طلع حصل اوفيوليشن وطلعت سكندري اوسايت وفي حيوان منوي جاي في السك فقابل السكندري اوسايت. طبعا السكندري اوسايت دي متحوطه، تمام كده، متحوطه بحاجات احنا بناخدها ان شاء الله لما ناخد الفيرتلايزيشن. المهم ان هو والله جه ده السبيرما اهو، تمام، وجه الحيوان منه هيقابل السكندري اوسايت. خد بالك انا المفروض كنت بقول لك ان الاخصاب او عشان تكون ازاي قلت لازم سبيرم زائد اوفم. اوفم يعني بويضه، يعني ماتيور اوفم، بنقول عليها ماتيور اوفم يعني البويضه الناضجه. طب انت هنا دي سكندري اوسايت مش اوفم، قال لك ما هو بص، ما هو ربنا خلى لك، قال لك لما السبيرم يجي ويدخل، قال لك اول ما السبيرم يدخل تبتدي السكندري اوسايت دي بتقول لك بسرعه يحصل لها السكندري ميتوتيك ديفيجن، ميتوتيك ديفيجن، وتتحول الى ايه يا شباب؟ وتتحول الى ماتيور اوفم. يبقى اذا يا شباب تاني 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 قلنا بقى عمليه الاوفيوليشن بتخرج لك مين؟ بتخرج لي سكندري اوسايت. السكندري اوسايت دي قال لك والله بتفضل كده لحد ما السبيرم بيجي بذات نفسه. اول ما السبيرم يجي، قال لك اول ما السبيرم يجي تقوم السكندري اوسايت يحصل لها السكند ميوتيك ديفيجن وتتحول الى ماتيور اوفم، تمام كده؟ تمام. عشان كده اول ما السبرم دخل هو ايه؟ دخل لقى مين؟ هيلاقي مين؟ هيلاقي الاوفم. ليه؟ لان اول ما السبرم دخل السكندري اوسايت دي اتحولت لمين؟ اتحولت الى اوفم. طبعا الاوفم دي هي الفول ماتيور، يعني ايه؟ يعني دي البويضه الناضجه. وسكندري بولار بادي، تمام كده؟ يعني السكند ميتوتيك ديفيجن بيدينا السكند بولار بادي، تمام كده. فتيجي تجمع محصله البولار بادي تلاقي ان في عندك كان في واحد، يعني بص اهو، يبقى احنا في الاول لما عملنا الفيرست ميتوتيك ديفيجن ادانا سكندري اوسايد، سكندري اوسايد وبولار بادي، بعد كده البولار بادي، بعد كده البرايمر لما يصل للسكند ميتوتيك ديفيجن دي تتحول الى اوفم، والبولار بادي برضو ينقسم الى ايه؟ الى اثنين بولار بادي، تمام كده. فتلاقي المحصله ان انت كونت كام بولار بادي؟ ثلاثه، تمام. ادي واحد اهو رجع ينقسم ثاني الى اثنين سكند بولار بادي، تمام كده. تمام، يبقى كده فهمنا يا شباب. او بيقول لك والله اذا اوفم جاست بيفور فيرتلايزيشن، يعني قبل ما السبرم يدخل، لسه السبرم واقف على الباب، قال لك نوت فولي ماتيور، مش مستعد، يبقى السكند، يبقى لا، السبرم يا شباب بيبقى واقف على الباب لسه ما دخلش، بتبقى لسه سكندري اوسايد. طب هل السكندري اوسايد دي يا شباب فول ماتيور؟ لا مش فول ماتيور، بس اول ما السبرم يدخل، تمام كده يا شباب. خد بالك السكندري اوسايد دي بيقول لك ايه؟ فولي فورمد، يعني هي خلاص اتكونت من جميع، يعني ايه شكلها كده، تمام، انما من ناحيه الماتيوريتي لسه، تمام. يبقى هي فولي فورمد ولكن نوت فول ماتيور، فول فورمد ولكن نوت فول ماتيور، تمام كده. خد بالك من النقطه دي. واول ما السبرم يدخل خلاص دخل من الباب بقى، اول ما يدخل من الباب يحصل الفول ماتيوريشن، تمام كده. يبقى فهمنا الفكره، تمام. بيقول لك الفول ماتيوريشن اوف ذا اوفم اوكير افتر فيرتلايزيشن، بعد ما السبيرم دخل، بينتريشن اوف ذا سبيرم انتو ذا اوفم اند اكستروجن اوف ذا سكند بولر بودي، ويتكون عندك سكند بولر بودي. طيب ماشي، انا كده اظن عدتها 700 مره، فتعالى هنعيد كمان مره، تعالى بس نراجع الخلايا بسرعه. احنا قلنا بنبدا بايه؟ باوغونيوم، تمام، 44 اكس اكس، تمام، تتحول بالميتوزيس الى برايمري اوسايت. العمليه دي قلنا بتحصل فين؟ برينيتال والفيميل جنين، تمام. بعد كده قال لك والله هتفضل البرايمري اوسايت دي يا شباب تفضل موجوده لحد الاوفيوليشن، لحد يومين قبل الاوفيوليشن، لحد يومين قبل الاوفيوليشن، وتيجي قبل الاوفيوليشن بيومين يحصل لها الفيرست ميتوتيك ديفيجن تتحول الى سكندري اوسايت اللي فيها 22 اكس. بعد كده السكندري اوسايت لما السبرم يدخل، لما يحصل الفيرتلايزيشن، تقوم السكندري اوسايت دي تتحول بالسكند ميتوتيك ديفيجن الى الاوفم، تمام كده. تمام، شايفين اهو يا شباب، بصوا البرايمري اوسايت انقسمت الى خليتين سكندري اوسايت، السكندري اوسايت رجعت انقسمت الى الاوفم اللي هي الماتيور اوسايت، واداك سكند بولار بادي، وادي ده الفيرست بولار بادي، اداك هو كمان اثنين بولار بادي. فتيجي تلاقي المحصله كانت ادي واحد اثنين ثلاثه، يبقى انت كده كونت كام؟ ثلاثه بولار بادي، تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، هنراجع لك كمان على صوره، بس المره دي الصوره دي بقى جميله قوي لانها هترجع لك الفوليك. بص يا سيدي، احنا هنبدا بقى من اول هنا ايه؟ بدانا من اول البرايمورديال فوليك، معنى كده ودي البرايمري اوسايت او دي الاوجونيوم، تمام. الاوجونيوم يا شباب هتتحول الى برايمري اوسايت، تمام كده. المفروض ان اي دي برايمري اوسايت، البرايمري اوسايت متحوطه بايه؟ المفروض انها في الاول كانت برايمورديال فوليكل، تمام، بس كانت خلايا فلات، بص خلايا مبططه، الخلايا المبططه دي اتحولت الى كولامينار سيل،
كولامينار سيلز فنقول على برايمري فوليكل، تمام؟ فنقول على البريموردال برايمري طالما اتحولت من فلات الى كولامين. بعد كده بيجي ايه، بيبتدي يحصل تضاع. شايفين دي كانت طبقه واحده من الخلايا، بقت كذا طبقه اهي شباب، شايفين بقت كذا طبقه، طبقتين اهوت، وطبعا بيبقى في طبقات كتير، تمام كده؟ تمام. او بيقول لك مالتيبل لاير، يعني كذا طبقه، تمام. طيب بعد كده ساعتها نقول عليها يا شباب، نقول عليها سكندري جروينج فوليكل، تمام. بعد كده او بيقول لك سكندري فوليكل اهي، طبعا هو جايب لنا هنا خطوات بالتفصيل، فانا بقول لك الخطوات اللي علينا. شايفين هنا طبعا لما بقى في عدد كبير جدا من، شايفين عدد كبير جدا من الخلايا، نقول عليها سكندري جروينج فوليكل، تمام. بعد كده في السكندري جروينج فوليكل هيبتدي يظهر كافيت الصغيره، فراغات صغيره، الفراغات الصغيره دي يا شباب تبتدي انها تكبر 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 وتتحد مع بعض لحد ما تكون الفوليكولار انترام او الفوليكولار كافيتي او الفوليكولار انترام اللي موجود جوه مين، في الخلايا بتاعت مين، بتاعت الفوليكل. وده هي شايفين دي الاوسايت، اهي البرايمري اوسايت، عادي جدا ما فيهاش اي مشكله، تمام. تمام. ودي ساعتها نقول عليها الجرافيوم فوليكل، تمام كده. شايفين ادي الانترم فوليكولاي او الفوليكولار انترم، شايفين بقى كبير ازاي يا شباب، كبر ازاي وبقى خلاص كده على الاخر، تمام. وفي الفوليكولار سيلز بره اهي اللي باللون البني، وعادي عندك الاوسايت جوه اهي، وده نقول عليها الجرافيوم فوليكل. قلنا قبل الاوفيوليشن بيومين البرايمري اوسايت يحصل لها الفيرست ميتوتيك ديفيجن وتتحول الى سكندري اوسايت زائد فيرست بولار بادي، وبعد ما السبرم يدخل تقوم السكندري اوسايت تتحول الى ماتيور اوفم، تمام، وكمان يتكون السكند بولر بادي، تمام كده يا شباب. طب ده كده بالنسبه لايه، بالنسبه للاوجينيسيس. اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا فهمتوها واستوعبتوها، ويعني تكون الدنيا بسيطه يعني، تمام. انا عدت كذا مره ووضحنا على صور وحكينا حكايات، فاتمنى يا رب ان انتوا تكونوا كنتوا مركزين كده واستوعبتوها والدنيا بقت تمام معاكم وتبقى سهله في الحفظ، تمام كده يا شباب. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.